بيقوينا، الاكل الشعبي مفيد لينا، بيقيم صلبنا ويقوينا، ده الاكل الشعبي مفيد لينا، بيقيم صلبنا ويقوينا، واللقمه حلال بتكفينا، اللقمه حلال بتكفينا. اهلا وسهلا بيكم النهارده على شاشتنا وحبيبتنا الكساره، وكل سنه وانتم طيبين وبخير. النهارده طبعا بكرة بأمر الله عندنا عيد السنة الهجرية، كل سنة وانتم طيبين وكل الدول العربية بخير وسعادة، ويا رب يجعلها علينا سنة كلها خير، ويجعلها علينا سنة يا رب كل حبايبنا يفرحوا فيها وتبقى أحسن من اللي فاتت بكتير، وكل سنة جديدة تبقى أحسن من اللي قبلها ونحقق فيها اللي احنا ما قدرناش نحققه. النهاردة غالي عاملة لكم مهرجان القلقاس بالصلاة على النبي كده. طبعا عارفين ان القلقاس طلع، وفي نوعين من القلقاس، في نوع انا شفته في السوق كبير قوي اكبر من دماغ الواد محسن قد كده، ده قالوا لي عليه تقوي صيني، تقوي صيني. والقلقاس البلدي بتاعنا العادي الحلو ده اهو، انا بقى ما اعرفش لا الصيني اللي الواحده طالعه 2 كيلو ولا الكلام ده كله، وشكلها كده ليها زر طويل كده، ما رضيتش اجيبها، وغاليه نار ب 8 جنيه، والقلقاس البلدي بتاعنا ده كيلو ب 4 جنيه. فانا النهارده قلت نعمل القلقاس البلدي بتاعنا الحلو، هنعمل منه بالطماطم، وهنعمل منه بالسلق الاخضر، وهنعمل منه محمر للاطفال زي البطاطس بالظبط. النهارده مهرجاننا القلقاس، وبعدين بقى على راي عم قادر البلدي يوكل. وبعدين لقيت كمان غاليه دايما زي ما انتم عارفين بتمشي بالراحه، على راي المثل اذا كنت قاعد على بير اصرف بتدبير. لقيت البلح العيوشه الحلو ده، انا اقول عليه، في ناس بقى تسميه سماوي وناس ليه اسامي تانية، انا بنسميه عندنا بلح عيوشه، اللي هو البلح ده الكيلو ب2 جنيه ونص زي الفل. اول لما بيرخص كده بنبتدي نعمله مربى للاطفال، بيبقى زي الفل وجميل، وتعمليه بقى وينزل كده اللون الاحمر بتاعه الحلو، بس لازم نتقشر. انا مقشره حبه اهم، بس هوريكم برضو، هو لازم يتقشر وتطلعي منه النوى وتقطعيها 4/4، هتجيبيه وتغسليه كويس، عشان طبعا بيبقى عند تغسليه بالصابون، ما تخافيش منه، اغسليه بالصابون، لان البلح والعنب والحاجات دي بتبقى عند الفكهانيه مو التراب دبان حاجه، فحطي عليه صابون واغسليه طول ما هو جامد كده وحلو، وتشطفيه كويس قوي. هنقشره ليه؟ هنقشره عشان القشره دي في المربى تبقى عاصيه ناشفه، مش هتستوي، هتبقى محلبنة. يعني ايه محلبنة؟ محلبنة يعني هتبقى ناشفة، مش ولا هتستوي ولا هتتهضم، لما تيجي تاكلي المربى في فينو او في اي حاجة للعيال تقف في زورهم، فلازم يتقشر. وبعدين انا بدعي من قلب اقول يا رب يطري كل عاصي ويهدي كل عاصي. ما تجريش على اللحم قوي، خد القشره بس الصغيره دي وطلعي منها النوايا اهو، شقيها كده اهي، هتطلع معاكي 4/4 كده. البلح عشان يتعمل مربى لازم يتسلق لانه ناشف، غير الفراوله بتبقى طريه، غير التين بيبقى طري، غير الجزر ما بيستحملش، لكن البلح بيبقى ناشف، ما ينفعش نحط عليه السكر على طول، السكر يتعقد ويبقى عامل زي كراميل ويفضل فيها البلح ني، فلازم الاول البلح يتسلق في شويه ميه لحد لما يطرى قبل ما نحط عليه سكر ولا الليمونه ولا اي حاجه. انا كل الاكل النهارده اللي احنا عاملينه وحبايبنا طالبينه من الفيسبوك، يعني المربى دي طلبها سما علي، والقلقاس طلبه استاذ مهند، فاحنا النهارده قلنا نعمل كل الاكل اللي حبايبنا يحبوه. هنحطه على النار، على نار هاديه كده لحد ما يتسلق ويبقى طري. وبعدين حبايبنا اللي بقول اساميهم، معلش اعذرونا لو ما قلناش اسامي حد، لان طبعا عندنا العدد كبير قوي، وعلى قد ما بقدر بقول اسامي كل حبايبنا، اللي اسمه ما بقولهوش ما يزعلش، بس برضو هيجي عليا وقت هشوفه وهقوله. هنيجي للقلقاس ابو سلق.
الخضرة في الشتاء تحلو زي ما انتوا شايفين كده فل. ليه بتبقى بعيد عن الحر بقى وبتبقى ايه مرعرعة كده في ارضها وينزل عليها نداها؟ القلقاس ابو خضرة قبل القلقاس بقى عاوزه كل حبايبي الاطفال اللي بيشوفوا غاليه يلموا بعض ويتصلوا بولاد خالتهم وولاد عمتهم وحبايبهم واصحابهم وجارهم اللي تحت وجارتهم اللي فوق ويلموا بعضهم كلهم ويسمعوا الحدوته الحلوه اللي غاليه هتقولها النهارده. انا وعدتكم الحلقه اللي فاتت ان انا هقول لكم حدوته حلوه، فاقعدوا جمعوا بعض عشان تسمعوا الحدوته بتاعت غاليه. قبل بقى ما اخش في القلقاس قلت افكركم. أبو عماد. نعم. أهلا وسهلا بحبايبنا العراقيين. أهلا يا أبو عماد. شلونك؟ الحمد لله بخير، شلونكم؟ شلونكم؟ الحمد لله كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة، شلونك؟ الحمد لله، شلونكم؟ أنتم طمنونا عليكم. أنا أكلمك من مصر. اتفضل. والله الحمد لله، شلونكم؟ بخير، كويسين، كلنا كويسين وبخير الحمد لله. شلونكم؟ ربنا يخليك. ما عندكش عاوز تسلم على اولادك؟ انا النهارده هعمل لك قلقاس. لا انا بسميك شيء مثل، انا مش فاهمه كلامك الحقيقه بس غاليه. نعم اسميك شيء خاص. لا انا مش فاهمة الحقيقة بس هحاول افهم بعد الحلقة، اتصل بحضرتك افهم. متعود ايه؟ مش اسم خاص. حد فاهم حاجة؟ مش حد فقراء. طب معلش التليفون ممكن يكون بيقطع شوية، هكلم حضرتك تاني.